مشرفة مشرفة هنا هنا وعافاك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد رسول الله. فرت الكرك الهدى للدكتور جازي المنصور وزير محبتي. فرت الكرك الهدى للدكتور جازي المنصور وزير محبتي. سورة الشعراء. فرت الكرك الهدى للدكتور عبد المجيد سيد أحمد عتبة حبيبي. فرت سورة الشعراء. قرآننا قرآننا دستورنا حياتنا جنتنا الله. يا نعم في حسد كلامه. يا نعم يا نعم يا نعم أنا أكبر بخاطر بديك ورديك الصحة والعافية منور عينك الاثنين وتبقى ذاك الاثنين وتمشي على قدمك الاثنين وقالك على فتح سلامك كل عام إلى يوم القيامة يا رب يا مام وقالك في الفردوس الأعلى يا رب. اللهم لك الحمد ولك الشكر لك يا رب. الله ما يسخن عملت عينك ازاي؟ تعرف دي بس واقفة من ساعتها في هي. عرفت ايش؟ تقرا ليه؟ عشان تسمع بعض الفاكر مكتوب اقل. صعب اسمع شعر مش عايزة ايه طلبة ما؟ آمين آمين آمين. يا ربي نور عين ماما الاتنين وتعطي بيديها الاتنين وتمشي على قدميها الاتنين وبتصلي على نبيها الزين كل يوم اتنين كل يوم بتصلي ألفين وبابي حبيبي كمان بيصلي ألفين. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. ربنا يكبر بخاطرك يا ماما ويديك الصحة والعافية يا رب. اصلح لك وبالك يا رب. أرسل كل الكلام ده للدكتورة جزاء المنصور زين ما حبيبتي. سورة الشعراء. أرسل كل الكلام ده للدكتور عبد المجيد سيد أحمد عطية وهو حبيبي. سورة الشعراء. الأخيرة تقلب دلوقتي يا بسرعة من عينك نورها. انا ذي اللي جنبك كمان ده بعرف تفضل. يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليك حبيبي صلى الله عليك وسلم تسليما كثيرا يا رب. اكبر بخاطر والدي يا رب. ترتيل القراءة الكريمة دي للدكتورة جازية المنصور زين ما حبيبتي. ترتيل سورة الشعراء. ترتيل القراءة الكريمة دي للدكتور عبد المجيد سيد أحمد عتبة حبيبتي. ترتيل سورة الشعراء.